الخير مشاهدي قناة حنا بعد في كل مكان، على سلامتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من طوال 7:30، نرافقكم نرجع معكم بالقراءة والتحليل على آخر تطورات الشأن الوطني. نتحدث كورونا، الحدث ربما كان البارح بإعلان السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة عن أولى الإصابات التي تأكدت بهذا الفيروس من مواطن يعمل في إيطاليا، وكان تخلل تونس 27 فيفري المنقضي، وبعد التأكد من الإصابة وإجراء التحاليل هو الآن موجود في الحجر الصحي في انتظار إن شاء الله خضوعه وأن يتماثل للشفاء. نعود أيضا في الموضوع هذا بعد شوية مع السيد رئيس هيئة الصيادلة، نتحدث على الجدل بخصوص وأنه في تونس فما دواء للفيروس هذا وما فماش. نتحدث أيضا على مستوى اللهفة الموجودة اليوم عند مجموعة من المواطنين، مسألة أنه المواطن اللي يمشي اليوم للصيدلية ويحب ياخذ الأدوية هكيك من راسه بلاش، ربما معناها أنه تكون عنده الأوردونونس ولا الوصفة الطبية. نتحدث على الليبافيت هذوما والأقنعة المختلفين، والناس ولا تشري بالستوك حتى نفذ المخزون الموجود في الصيدليات. في الجانب السياسي نتحدث على جلسة عامة اليوم كانت محل جدل كبير، نتحدث على مشروع ومبادرة نتاع مشروع تنقيح القانون الانتخابي في نقطة تخص العتبة، مشروع تقدمت به الكتل البرلمانية لحركة النهضة. سعيدة جدا باستقبال النائبة عن الكتل البرلمانية لحركة النهضة الأستاذة يمين الزغليمي. مرحبا مدام زغليمي. شكرا على حضورك معنا. القيادي والنائب أيضا عن الكتلة البرلمانية تحية تونس، كنت شو نقول قلب تونس. مبروك رشيد، مرحبا أستاذ مبروك، شكرا على حضورك معنا. فريد نصري المحلل السياسي، مرحبا. شكرا على حضورك. ما نعرفش كان النقطة الخارجية أيمن النبوي ومعاه سيد شادي الفندري رئيس هيئة الصيادلة حاضرة، النقطة حاضرة ولا مش حاضرة؟ ميسيرش مريم تقولي ما زالت مش حاضرة. به خلينا نمشيو إلى هذا التقرير ساعة في الجانب السياسي، نتحدث على شنية العتبة وراجعين. شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم في مناقشة تنقيح القانون الانتخابي وإقرار عتبة انتخابية، ويقصد بالعتبة الانتخابية الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها. ولا يسمح النظام الانتخابي الحالي في تونس الذي يعتمد على نظام الاقتراع النسبي مع أكبر بقايا الانتخابات لأي حزب بالفوز بالأغلبية المطلقة للأصوات بالبرلمان، وهو ما يحتم على الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد البحث عن تحالفات سياسية أخرى. وسيعزز هذا الإجراء من فرص الأحزاب الكبرى في نيل أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عكس النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأثار تصويت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية في البرلمان على مشروع قانون يحدد العتبة الانتخابية بنسبة 5% كشرط للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية جدلا في الأوساط الحزبية. الآراء مختلفة، اللي رأوا أن القانون هذا مهم ويلزم المصادقة عليه، يقول أنه هو باش يوفر استقرار أكثر في المشهد ويواجه التشتت والتضرر، والبقية اللي عرضوا يقولوا أنه باش يقضي على التنوع وباش يكون في مصلحة الأحزاب القوية. وذاك علاش يبدو أنه ثم توجه ما بين ربما 5 أو 6 كتل في اتجاه تمكين اللجنة من 7 أو 8 أسابيع لإجراء مجموعة من الاستماعات وإعادة صياغة هذا المشروع حتى يحظى بربما أغلبية أكبر ويكون توافق ويبعد عن التجاذب. احنا ضد هذا المشروع المعروض اليوم، وهو نظرا لانه هو ذو طبيعه اقصائيه وطبيعه سياسيه بامتياز، قدم في مرحله تشكيل الحكومه من اجل الضغط على الاحزاب ومن اجل الضغط على رئيس الحكومه المكلف انذاك سيد ياسر فرفاخ، ونعتبر بان هذا ليس وقته. انا الاوان لارجاعه الى اللجنه لمزيد التشاور وفتح حوار وطني واسع حوله يتم فيه تشريك كل الاحزاب سواء الممثله بالبرلمان او خارجها والمنظمات والجمعيات المعنيه بالشان الانتخابي. نحن في حزب قلب تونس اليوم يعني مع التريث، صحيح ضروري كونه ننظر في القانون بمجمله، يعني العتبة وحدها غير كافية، وهك علاش اليوم نحن اقترحنا كونه يرجع للجنة يتم يزيد التباحث فيه أكثر وننظر من مشروع القانون بكل جوانب. احنا في التيار متخوفناش العتبة في حد ذاتها، لكن مناولتنا ومقاربتنا للأمر مختلفة.
ما يحدد المشهد السياسي اليوم في تونس وإلا ما يعكس إرادة ناخب تأثر فيه برش حاجات، تأثر فيه العتبة صحيح لكن في جزء قليل. يذكر أن نوابا من حركة النهضة كانوا قد قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017. وينص التنقيح المقترح بالأساس على الترفيع في العتبة إلى حدود 5% في الانتخابات التشريعية القادمة. قليل نعود لنتحدث عن التنقيح هذايا والعتبة، واللي بعد توافق من بين رؤساء الكتل البرلمانية تم إقرار إعادته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية. لكن قبل هذايا باش نمشيو إلى في ربط مباشر معنا من مقر هيئة الصيادلة، وين موجود مراسلنا على عين المكان الزميل أيمن النبوي ومعاه الشادلي الفندري رئيس هيئة الصيادلة. أيمن مساء النور. مساء الخير إيمان، مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام، مرحبا بالسادة المشاهدين. بالفعل احنا في مقر الهيئة الوطنية للصيادلة ومعنا سيد الشادلي الفندري رئيس المجلس باش نحكيه على دور الصيادلة في التوقي من فيروس كورونا، وبطبيعة باش نبدأ نحكيه معها في آخر المستجدات اللي وآخر التحذيرات اللي قامت بها الصيدلية المركزية للتوقي من هذا الفيروس. تفضل سيدي. أهلا وسهلا. بالطبيعة الصيادلة يقوموا بدورهم، الصيادلة هما أقرب منشأة صحية للمواطنين، الصيادلة يزورهم كل يوم 500,000 مواطن، وعلى ذلك فإنه الصيدلي هو أكثر مهني صحة مؤهل باش يعطي النصائح والقيام بتوعية المواطن. مهم جدا أن نوصلوا عديد من النصائح للمواطنين باش يتوقعوا من هذا الفيروس، ننصحهم ديما بتجنب الحالات المشبوهة، أيضا باستعمال المنديل الورقي وبغسل الأيدي بالصابون. هذوما هما توصيات منظمة الصحة العالمية. باهي، بالنسبة للأدوية اللي تستعمل في التوقي من الفيروس هذه موجودة ولا عند الصيادلة؟ هو أولا لازمنا نعرفوا أعراض المرض هذايا. المرض هذايا قبل كل شيء نقولوا أنه إلى حد الآن العدوى منتشرة في العالم، ولكن في تونس عندنا حالة فقط. ممكن عندنا ناس باش نكتشفوهم في المدة الجاية، ولكن الأعراض هي 80% من الحالات أو حتى أكثر، 90% تقريبا من الحالات تتعدى والأعراض ما تكونش ظاهرة، و10% الباقيين فإنه الأعراض تكون حمى وسعال لا أكثر ولا أقل. نحب نقول للمواطنين أنه نسبة الوفيات معناها أقل بكثير بكثير من الوباءات اللي صارت في 2002 و2009، ما تتجاوزش تقريبا 3 أو 4%، مع ارتفاع هذه النسبة بالنسبة للمسنين لأكثر من 80 سنة، وانخفاضها بالنسبة للناس اللي عمرهم أقل من 40 سنة إلى 0.2%، مع ملاحظة أنه الأطفال عندهم، وهذا لاحظناه في العالم، أنهم ما همش مشمولين بالعدوى هذه. حسب نفهم من كلامك أنه مش خطير برشا المرض هذا، نجم معناها يتعالج بسرعة معناها. هي معالجة الأعراض فقط. بالنسبة ثم تجارب الآن، لأنه الفيروس هذا جديد، ثم تجارب في العالم قاعدة تصير بأدوية أخرى أثبتت نوع من النجاعة، ولكن ما زالت الدراسات قاعدة تتقدم. احنا الأدوية هذه موجودة عندنا في تونس، بالطبيعة تتعطى بوصفة الطبيب، فيها مخزون استراتيجي في الصيدلية المركزية، وإن شاء الله ما يصيرش وقتها، ولكن لما يصير وقتها تنستعملوها. فما برشا ناس تشتغل على الجيل والماسك، موجودين ولا؟ الماسك ناقصين صحيح، والجيل كيف كيف، ولكن نحب نقوله هذا دور الصيادلة أيضا باش يوعي والمواطنين التوانسة أنه راهو الماسك ما يستعملوا كان الإنسان المريض. يعني الماسك اللي نعرفوه، الماسك القناع الكمامة الورقية هذيك، راهو يستعملوها كان المرضى، لا فائدة من حملها من عند ناس ما عندهمش المرض. وثم الكمامات المختصة نوعا ما اللي يستعملوها الإطارات الطبية والصيدلية عند اتصالهم بالمريض.
تفضل إيمان. أيمن بربي توضيح مهم جدا، لأنه فضل توا سيفاندري كان يحكي بخصوص، يقول الدواء متوفر في تونس ربما حتى لا يقع تأويل، وأنه هاو في تونس عندنا الدواء متاعه. الدواء اللي يحكي عليه واللي يتم ربما الحديث عليه هو هيك الدواء اللي يقول هو يستعمل عادة في التهاب المفاصل، لكن الدواء وقائي معناها ما قبل الإصابة بريفونتيف، هذا هو اللي يقصده. الدواء اللي يقع استعماله هل هو قبل الإصابة يقع استعماله ولا بعد الإصابة؟ لا، ما ثماش أدوية للوقاية. الوقاية ثم اللقاح، واللقاح بالنسبة للفيروس هذا ما هوش موجود. إذن إذا ثم أعراض، أولا ساعة نبه المواطنين أنه أي إنسان يحس بروحه عنده أعراض أو يكون مصاب، فإنه لازم يكلم معناها الرقم الأخضر لموضوع على ذمة المواطنين اللي هو 190، وإذا ثم تساؤلات من عند المواطنين فإنهم يكلموا 80 10 19 19. بالنسبة للأعراض هي حمى معناها سيدي باراسيتامول لا أكثر ولا أقل. بالنسبة للدواء الآخر هذاك راهو حالة ثانية، وهذاك يقع معناها مد المريض به من قبل الطبيب بوصفات طبية، وموجود في المستشفيات وموجود أيضا في مخزون الصيدلية المركزي. إيمان، كانت هذه مداخلتنا من مقر الصيدلية المركزية، وهذه توضيحات السيد شادي الفندري رئيس المجلس بتاع الصيدلية، وإن شاء الله نكون في مداخلة أخرى وتوضيحات أخرى وآخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا لك إيمان النباوي، كنت معنا مباشرة من مقر هيئة الصيدلة، وكان برفقتك السيد شادي الفندري رئيس مجلس هيئة الصيدلة، في علاقة ربما فيروس الكورونا منذ قليل تدوينا للدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة، يقول وردني الآن كل التحاليل للعينات المأخوذة لأفراد عائلة المصاب الأول بالكورونا ومحيطه جات سلبية وتثبت سلامتهم من المرض. دونك هذا، ويقول أيضا إجراءات الحجر الذاتي فعالة، الحمد لله الهدوء وسيلة من وسائل مواجهة المرض. قاعدين ربما هذي قاعدين نشوفه في التدوينة اللي جات على حساب الشخصي للسيد الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة، اللي أكد سلامة محيط المصاب الأول، المصاب اللي كان حكي عليه البارح وزير الصحة في ندوة صحفية، واللي تأكدت إصابته بفيروس الكورونا، ولكن يأكد منذ قليل بأنه معناها ربما المحيط القريب اللي هو مشاله الشك الأول أقرب لهذا المصاب، الحمد لله نتائج التحليل سلبية. التعاطي مع الأزمة اللي احنا مناش في معزل عنها مدام زغلام يقولنا، وأنه أكيد بأنه باش توصلنا معناها آجلا أما عاجلا، ولكن المهم اليوم في طريقة التعاطي والتعامل ربما مع هالفيروس هذا. نحن توس ماهيش بمعزل على بقية العالم، خاصة أن نحن من بلدان البحر الأبيض المتوسط اللي مفتوحة على أوروبا وعلى عدة أماكن أخرى، ثم نحن في تونس وقفنا حتى يعني الطيارة وحتى باخرة، دونك يعني الناس يدخلونا من كل بلاد على الحدود يعني جوا وبحرا وعلى مستوى الترابي، دونك يعني اكيد باش تكون عندنا بعض الحالات ويلزمنا ناخذ مجموعه من الاحتياطات. الاحتياطات هذه الحقيقه بدات مع مدام سونيا بالشيخ نحييها بالمناسبه، وحتى الخطه الاتصاليه الحقيقه نتاعها كانت باهيه، ومع الوزاره ومع السيدة المديرة خلية الازمه اللي كانت ديما تحت في الاعلام، ومن واجب وزاره الصحه أنا تقوم بهذه. هالخطة الاتصالية الحقيقة تواصلت مع سي عبد اللطيف، ومن نهار الأولاني هو يعني لقى روحه في لباسك، على كل هو معمل على هذا، معمل على وزارة يعني بالحجم هذايا وبالثقل هذايا، وهي من الوزارات اللي تمس المواطن اللي فيها برشا إصلاحات وفيها برشا شانتي كبير، يعاني من المسائل هذايا ومهل القطاع اللي وقع تفقيره وقع يعني تهميشه. الحقيقة إن شاء الله ربي قدرنا، هو المحالة بديت بعض إصلاحات منذ سنوات ما نهمشوش، لكن الحقيقة يعني شانتي كبير، أي شانتي كبير، شانتي كبير في القطعة هذه. دونك الخطة الاتصالية جيدة، أن وزير الحقيقة يبدأ حتى على صفحته الخاصة يعني يتفاعل يعني مع التواسة ومع المواطنين، هذا جيد جدا. فنحن نتمناو أنه سي عبد اللطيف فعلا دكتور عبد اللطيف وسيد وزير تكون ثم يعني مكان يعني على مستوى الوزارة يكون مفتوح لكل
وسائل الإعلام ويكون دائما يعني حين في المعلومات هذه، وتكون يعني هالمسائل هذه مفتوحة على كل وسائل الإعلام، وتكون المعلومة الدقيقة تخرج من عند السيد الوزير أو من يكلفه باش توصل للتواصل وتوصل وسائل الإعلام يعني بطريقة ما فيهاش هلع وما فيهاش. أنا نثم الحقيقة الكلمتين اللي قالوا في الآخر فعلا الهدوء، نحن راه مشناش الهلع صحيح باش التواصل خافوا، ولكن ثم التواصل الحقيقة توا أنا جاية وقفت على عطاش شدة مزماه دونك الحقيقة ثم التوصي ثم رقي زاد في التعامل وثماش حادثة هلع كبيرة. فما جزء ربما من التوانسة صابهم هكا شوية هلع خاصة الأمهات، ومن بعد يحضروا معنا عبر الهاتف السيد سليم سعد الله لأنه منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم طلعت فينا بالضبط تخرج بيان ربما ونتيجة ما رصدته يمكن لهفة نتاع شريان البارح في الليل اليوم أهدأ يعني ودونك اليوم يمكن الوضع هذه أهدت شوية بعد يكون معنا سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك يكون معاه أكثر تفاصيل. أستاذ كرشيد الإعلام بحقيقة الأوضاع بعدد الحالات موجودة مش موجودة نتيجة التحاليل شكون في الحجر شكون يظهر لي خفف من نطقة لأنه الإعلام هو جزء من ما يعرف بالكوميونيكاسيون دو كريز معناها ولا بها الأزمة باتصال الأزمات. شوفي على كل حال احنا مانيش في أزمة مانيش في أزمة علاش يا أخي كان جات حالة كورونا ولينا في أزمة احنا في حالة تحت لطف الله ساعة الأولى راهو هذاك ربي لطف بنا هذاك نعملوه قاعدة نخدم على تحته السقف هذاك نخدم تحته. وثانيا بحذا شعوب اخرى ما نشي ازمه الحمد لله ربي التوى لطف فما لطف وهذا يرجع زاد للعمليه كما قالت الزميله انه تونس تحضرت في الموضوع هذايا وراقبت ومعناها قلت اللي ربما فما عوامل مساعده حتى مناخيه مانيش ما نفتيش ولكن ان شاء الله المناعه موجوده. وثانيا يعني احنا نتحوطوا سيد الوزير الموجود حاليا سي عبد اللطيف قام بواجبه والسيد الوزيرة السابقة قامت بواجبها واحنا زاد كإعلاميين وكمحللين وكسياسيين يلزم نعطي دور توعوي نعم ولكن يجب أهم من الدور التوعوي إقناع الناس يعني في توعوي في مجال الصحة إقناع الناس بأنه الحياة أقوى من الأزمات اللي تنجم تجي ولا احتمالات الأزمات اللي تنجم تجي. يعني شوفي أنا نعتبر كله لطف من عند ربي أو نعطيك في شخصي يعني وقت اللي 80 ولا 90% لا يصابون أو حتى أصيبوا يتعدوا أنا بيبسي معناها ما يفيقش بيهم الإنسان والأولاد الصغار المستقبل ما يتصابوش واللي في عمري أنا 50 فما فوق يعني إن شاء الله إحنا عندنا الوعي باش نتعاملوا مع الموضوع هذايا وان شاء الله اللي يجي يجيب اللطف. وهذا مشكل عالمي مش مشكل خاص بنا. والمشكل العالمي شفت اليوم ايران البرلمان اغلق يعني مدينه قم شفت فيها فيديو ما نعرفش صحته توا في احد القنوات حكيت الجثث هذيك اللي شفناها يعني احنا نقول ان شاء الله اولا معناها ينزل البلاء بلطف ربي بلطف فيه يعني هذا يلزم تكون فما شويه ايمان قوي بانه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. بالتالي أنا ولكن هذا ما يمنعش أنه إحنا يلزمنا نقوم بكل الإجراءات نتاع الرعاية الصحية ومش لازم نسلمه ومش لازم نقبله برشا المدة هذه الأعناق والتقبيل نقصوه شوية ها ونكونوا كما العالم الكل معناها مثقفين صحيا ولكن الفوبا بانيكي ما يلزمش الناس تخاف شو ما تخاف في آخر مطاف أنه تخرج من دارك لا قدر الله تلقى روحك في حادث مرور معناها شو الحياة ما دامك حي اسهم الدنيا مصيبته كما قال معتمد بن عباد معناها عندما خرج من الاندلس الى المغرب. بالتالي طالما ان اسهم الدنيا مصيبات الانسان تنجم يجيها اي سهم من سهام الدنيا بما فيها المرض بما فيها الحادث بما فيها الغواء الكل الانسان يكون معناها كما قلت يعني مقتنع اللي هو تحت لطف الله. وطالما اني مقتنع ان تحت لطف الله بقدره الله انا نقوم بواجبي وعائلتي تقوم بواجبها وأصدقائنا الناس وأهلنا ونقوم بواجبنا والدولة تقوم بواجبها بالضبط. ولكن في آخر المطاف نقولوا قدر الله المقدر كان ميساج إن شاء الله ربي قدر كان الخير وبالتالي سفريد ناصر اليوم يقول لك كذلك المقدر كان ولكن اليوم فما بعض الإجراءات اللي إذا كان باش ناخذوها باش تحد ربما من الريسك هذية نتاع أنه تنتشر العدوى هذية بسرعة
علاش ليه مثلا اليوم نشوفوا هو حكى ربما على البرلمان اللي في ايران اغلق، ايران الجمعه اللي فاتت قبل ما توصل الى غلق البرلمان ربما كانت الغات صلوات الجمعه، شفنا مثلا القرار اللي اتخذته العربيه السعوديه بتعليق موسم العمره والدخول المسجد النبوي، نشوفوا اللوفر في باريس معناها سكر. دونك ايه دونك في هذا الاطار مساله اخذ الحيطه ما يصيرش، ما تقلقش، ولكن معناها التسويق للاجراءات هذيا باش ما تفوتش الحد نتاعها، مش هكا سكروا البرلمان، هكا سكروا اللوفر، ما لا حاجه خطيره، لا ناخذوا الاحتياطات، ولكن تسويق اهميه اخذ الاحتياطات هذيا للمواطن باش ما يدخلش فك الفوبيا وفك الحاله نتاع البانيك اللي تو بعد نحكيو فيها حتى مع رئيس منظمه الدفاع المستهلكي. هو بالنسبه للتونسي عنده خاصيه مع التعامل مع شبه الازمات، انا ما نقولش ازمه هذه كورونا، لانه راهو المتمعن في الامراض هذه وفيها الاوبئه ان صح التعبير، وان كان انا ما اعتبرش هذايا وباء، هذايا مجرد جريب كما الانواع الجريب الكل. علاش الملاحظة هو تصنيف الوباء منظمه الصحه مازال مش وباء ومنظمه الصحه العالمية. هو راهو الجريب من اخطر الامراض اللي عاده في العالم في كل سنه تحصد ارواح العباد، هو الجريب نحن نستهانوا به، لكن الجريب هو في نهاية الأمر شنو هو؟ علاش أنه نتائج نتاعه تكون وخيمة؟ أنت لو كان نرجع للتحقيقات اللي صارت على مستوى أوروبي ما نمشيش البلدان ربما نروح. ثم ناس مشكلة متاع مناعة متاع الإنسان طايحة عندهم، إما المناعة الناس نقص مناعة أو الناس اللي وصلت في معناها من العمر عوتية كبرت شوية، يكون معناها الجريب عندما يتسبب بالجريب يكون معناها خطورة على حياتهم، ماهوش ناتج على قوة المرض بقدر ما هو ناتج عن ضعف المناعة عند الناس هذوما، وبالتالي فإنه الجريب راهو قاعد يحصد في معنى أرواح عديدة إذا ناخذوا الإحصائيات، ولكن ديما باعتبار أنه تعودنا بهالأنواع هذه كل ما يجي نوع جديد من المرض فإنه نوع جديد من المرض هذا راهو الكورونا ماهوش قاتل، راهو هذا ماهوش قاتل، راهو إذا نرجعوا راهو للتحاليل الصحية وللدراسات الدراسات على المستوى الطبي راهو ليس بقاتل، هو التعامل مع الإنسان أو الناس ناقصة في المناعة هي عندما تصاب بهذا بهذا المرض أو هذا الفيروس يكون هناك إمكانية لوفاتهم، هذا لا أكثر ولا أقل. التونسي نحن شوف التونسي عندنا الخاصية بتاع التونسي أنه يجينا مرض أكل عام نتفكروا ناس تسكر في ديارها وتطل من النقبة نهار اللي قالوا الشخص في القمرة وكذا وكذا ويمكن تأثير على شعاع وعلى العين وكذا ناس سكرت بالباب وتقفل في حاجة سي تيبيكمون تونيزيا معناها هذا كله التعامل معاه اليوم نقولوا أنه نحن حالة فقط هنا رو ثم أنا رأى الأمر على مستويين اثنين المستوى الأول أنه لا يجب تهويل هذا الأمر ولكن من ناحيه اخرى زاد ما نجموش انه ما نتعاملوش معاه بصوره بجديه كما تتعامل كل البلدان. الامر الاول انه ما نجموش نهولوه ما يلزمناش نهولوه حتى وان تحدثنا عنه في وسائل الاعلام. ما يلزمش تهويله باعتبار انه مرض عادي وهو مرض غير قاتل الناس تصاب به وتمرض كما اي جريب معناه عادي جدا. نتحاشاه انه ربما باش يوصل يحصد اكثر لانه كل روح او كل نفس بشريه او كل بشر هي بطبيعه الحال تعز علينا كتوانسه وكل انسان معناه عنده قيمته وقدره، لكن التعامل معه يجب ان يكون بجديه. واليوم راهو التونسي عندما نقول راهو انه هناك حاله فقط انا اخشى ما اخشاه انه ما عندناش الوسائل اللازمه لكشف ربما هذه الحالات هو اللي خلينا مرتاحين اليوم راهو البلدان الاخرى ربما تقدمت عندها بالوسائل وقادر عندها الوسائل وسائل العلميه والوسائل ورغم ذلك كانت شر ورغم ذلك كانت شر احنا على الاليات اللي عندنا ميساج مشاو معنا مباشره عبر الهاتف السيد سليم سعدالله رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك سيد سعدالله مساء النور مرحبا يا سيدي بيان خرجت والمنظمة اليوم دعوتم من خلاله جميع المستهلكين إلى واجب التريث وعدم اللهفة في الإقبال على الشرائات من المواد الاستهلاكية والتحلي بالحكمة والرصانة في تزودهم باحتياجاتهم الضرورية من تلك المواد خاصة وأنها متوفرة بكميات كافية في كامل تراب الجمهورية البيان هذايا سي سليم خرج بعد معاينة متاع ربما إقبال غير عادي ولهفة على بعض المشتريات خاصة من المواد الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن تأكد إصابة بالكورونا في تونس وإلا لمجرد هكذا التوعية وبيان استباقي معناه
شكرا بارك الله فيك على الاستضافة. اليوم أصدرنا بلاغ لصدرته منظمة الدفاع المستهلك بعد تعيين عديد الولايات اللي دخلوا معنا مكاتبنا الجهوية مشكورين اللي راوا لاحظوا اللي فما شراءات غير عادية معناتها بكميات كبيرة من عند المغازات ومن عند المحلات، وهذا راهو نحاولوا كيفاش نبعثوا نحن توا الرسالة بالنسبة للمستهلك التونسي يقضي عادي، راهو كل شيء فما متوفر، المواد الاستهلاكية راهي متوفرة، راهي المحلات محلولة، راهو ناخذوا بعين الاعتبار معناتها اللي راهو داكوردو فما الفيروس هذا موجود بالنسبة لنا ونتعاملوا معاه كفيروس متاع 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 قريب عادي، لكن إذا اليوم باش يخلي التوانسة معناتها يشيروا كميات مهولة اللي هي باش تسبب لنا معناتها في المضاربة والارتفاع في الأسعار، وتعرف نحن الظرف اللي عايشين فيه في تونس معناتها تدحرج المعقد الشرائية متاع المستهلك التونسي، هذا علاش نقولوا اليوم بربي يقضي قضيتكم عادي، راهي المحلات محلولة، راهو المواد كلها راهي متوفرة، ما نحاولوش باش نعملوا الشراءات العشوائية هذية واللهفة هذه. اليوم يدخل ياخذ 4-5 ستيكات حليب، ياخذ 50 كيلو سميد، ويقول لك اعطيني معناتها المقرونة عبي فيها بكميات معناتها باش يروح بها للدار، هذا راه مش معقول، هذا نبعثوا برسالة ربات البيوت ونقولوا لهم من فضلكم ما نصعبوهاش على رواحنا فظرف هذايا، لخاطر فين باش نشريو شراءات كيما هذايا، راهو من غدوة باش تزداد الأسعار وراهو باش تولي المضاربة وباش يولي البيع المشروط وما عادش تنجم تقاوموا، هذا اللي نبعثوا به اليوم رسالة للمستهلك التونسي من فضلكم، راهو عندكم يدول ثقة فالمنظمة هذه كي تقول لكم أقضيه وراهو كل شيء متوفر. راهو المواد الاستهلاكية كلها متوفرة، أقل واجب معناتها باش ناخذوا شوية معناتها صابون ولا جافيل هذا باش ننصفوا به معناتها في 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 ديارنا، مع الكمامات زاد اللي فما طلب كبير عليها، راهو الكمامات ياخذوها العباد المرضى اللي عنده قريب ياخذ كمامة، أما راهو العبد العادي يقعد عادي ما ياخذش الكمامة ما حشوش بها. نحن ناخذوها نتوقعوا معناتها ماك العكسة متاعك المواطن هذاك المريض باش ما يعديش خيره، لكن راهي عملية سهلة برشا وناخذوا الحذر نتاعنا ونقضيوا قضيتنا عادي وكل شيء فما متوفر في بلادنا وبحول الله نجموا نقاوموها، يعني ونبعثوا برسالة للدول اللي صارت فيها حتى إشكاليات على خاطر راهو توا على قناة التواصل الاجتماعي يقول لك فما عام دول معناتها قاعدة تسرع وكذا ويدخلوا لمكازان، نحن راهو في تونس عادي وقضيتنا راهي موجودة والمواد الاستهلاكية كلها راهي متوفرة، معناتها لا داعي باش ناخذوا الكميات هذيا ونصعبوها على رواحنا. يعني سي سليم حتى مسألة ربما ما بلغكم كمنظمة حكاية اللهفة ولا حكاية الإقبال الغير عادي يظهر لي وصل حتى لمسألة الدواء في الصيدليات. بالضبط. حكاية الدواء راهو زاد فما ولات معناتها التوانسة خايفة يمشي ياخذ الدواء نتاع انتيبيوتيك وياخذ حاجات معناتها باراسيتامول، يا ولدي راهو اللي عنده قريب راهو يمشي للطبيب ويعطيه معناتها الروسيت نتاعو شنو اللي باش ياخو، راهو ما نبداوش داخلين معناتها للفارماسي هي تعطيني الدواء ويا خويا شوف هذه راهو سيان بانيك اللي نخافوا منه معناتها باش يصير لنا في بلادنا نبعدوا عليه، راهو ما عندنا حتى اشكال، راهو بالنسبة لنا راهو قريب عادية هذيا صحيح في العالم الكل اليوم معناتها ساهل معناتها الانتشار نتاعها، ناخذوا نتوقعوا معناتها اش قالت لنا وزاره الصحه اللي يحس روحه مريض يقعد في الدار ما يقروش برشا عباد ما يمشيش الاماكن المزدحمه باش ما ينتشرش هذايا، ولكن راهو عادي كما كان يتكلم الدكتور قال لك راهو معناتها المناعه نتاع البشر كي تبدا لاباس ما عنده حتى اشكال قريب عاديه، شاف الناس الكبار ردوا بالنا خاصه يدين برشا مرات في النهار ناخذوا الجافيل معناتها نسيقوا نغسلوا به معناتها في ديارنا واحد وكل، نبعدوا على كما قلنا الاكتظاظ الاماكن اللي فيها اكتظاظ وهذا معناتها يوقينا من 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 الحكايه هذيا، وبالنسبه لنا كما قلت لك عادي راهو قريب نحسبوه قريب عادي عندنا في بلادنا. شكرا لك سيد سليم سعد على رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك، شكرا على تفاعلكم وشكرا على الدور اللي قاعدين تقوموا به، وهذا تاكيدا ربما اللي كنت تحكي عليه سي مبروك رشيد ضروره تضافر جهود كل الاطراف المعنيه معناها حكومه اعلام مجتمع مدني برلمانيين وغيرهم في مساله التفسير والتوعيه والتحسيس بهالمساله هذيا. الى شان السياسي مدام يمين الزغلامي، ايوه في خضم هذايا الكل اليوم الاطراف السياسيه تبحث ربما على ما يزيد يخليها تهيمن على المشهد السياسي والمشهد البرلماني على الاقل هالتعبيره اللي اعتمدوها
الأطراف السياسية اللي عبرت على أنها ضد تنقيح مشروع القانون الانتخابي في نقطة العتبة. علاش اليوم كحركة النهضة بادرتم وككتلة برلمانية للحزب بادرتم بتقديم هذه المبادرة؟ وبعد نرجع على التفاصيل. هو من حق الزملاء ككتل وكأحزاب وكل المحلين أنهم يرفضوا مقترح حركة النهضة، من حقهم، هذا هي الديمقراطية وهذا هو التعاطي السياسي. ينجموا يكونوا معه وينجموا يكونوا ضد، كما نحن كحركة النهضة عندما تقدم بعض المبادرات نجم يكونوا معه ويكونوا ضد. وكيف كيف يعني، لا النهضة تتهم بالإقصاء والهيمنة ولا النهضة زيدا ونتنبه على النهضة. أنا زيدا نهار آخر ما تمارسش نفس المقولات. والحقيقة اليوم أنا ما ركزتش برشا في الجلسة العامة وخذيت عهد على نفسي كتبت الجلسة العامة كفاية برشا هكا خوذا نمشي نخدم حاجة أخرى ما تنفع الناس. الحقيقة الجو الصباح ماهوش ما كانش سليم، يعني ما كانش نقاش في المضامين الحقيقيه. تعودنا بذلك اخي جديد، لا لا يسمنا نحن نحن مجموعه من النواب اللي بدات الدوره البرلمانيه هذه في كل جلسه عامه لازم نحن بعض الاصدقاء بعض الاصدقاء والصديقات اللي الحقيقه من كتل مختلفه اللي ما تعوزناش، يعني تجمش ما عندك القدره باش ترد، لكن باش ترد شو باش تقول يعني في الاجواء دي. ان شاء الله نحن خذينا قرار انه نحاولوا انه فعلا قبل ما نعمل النظام الداخلي وقبل ما نعمل ممكن الميثاق الاخلاقي نحاول بينات بعضنا نخفوا من هالتونسيون هذه اللي ممكن توصل الى كلام واتهامات واشياء في الحقيقه لا تليق بالبرلمان. نخدموا كل نائب ينجم يتوجه يخدم، يعني عندنا جهه وعندنا ناس تطلب فينا وان شاء الله ربي يقدرنا مع امكانياتنا المعدومه. دونك في الاصل نخدموا خدمه اللي تنفع العباد. اذا حركه النهضه في لحظه سياسيه وبدات الحاليه حزب سياسي ونحن فاعلنا سياسي. انا ساعات نقعد بيتي يقول لك اي يلزمنا نقدموا مبادرات وهذا فعل سياسي. قدمنا مبادرة العتبة 5% والحقيقة نحن ما قدمناها إلا ما قمنا ببعض الدراسات واستمعنا لبعض الخبراء تقول أنه العتبة بصفة عامة ماهيش وحدها راه، أما العتبة ممكن تحد من التشتت اللي ما يخليش البرلمان يشتغل. نحن دارنييرمون الانتخابات في بريطانيا مكنت حزب من أنه ياخو قداش من السياج فوق 300، فهو ماشي في ثنية طول يعني يعمل قوانينه ويدافع على مقترحاته وبعد الشعب يحاسبوا والمعارضة تحاسبوا وكل الرقابة تحاسبوا. نحن للأسف الشديد المشهد هذا مش متوفر يعني وتشتت كبير. من بين الأشياء نحن اللي درسناها قلت لك أنه هالعتبة هذه تنجم تخلي الكتل يعني تكون الأعداد نتاعها خاصة الكتل الأولى تكون الأعداد نتاعها يعني فوق 80-90 ونجموا بعضنا ولا مع غيرنا. انا ما نحبش نحكي ممكن النهضه ما تكونش في هذا. المهم انه هذا يحد من التشتت. قدمنا هالمبادره هذه، الحقيقه المبادره هذه لقات نقاش حاد زاد في النظام الداخلي ما تعدتش هكاك راهو بسهوله. لقات نقاش حاد، لقات معارضه، لقات يعني زاد ثم اراء محترمه التي تحاجج هذا المقترح وتقول انه العتبه فقط راي مش هي فقط اللي ممكن ترشد المشهد السياسي في البلاد وفي البرلمان. عندنا تمويل الاحزاب، عندنا شروط الترشح، اش معناها نائب يدخل البرلمان والبطاقه قعدت ثلاثه نتاعو ما يقدمهاش. هذا من المؤاخذات هذا اللي قالوا حركه النهضه مثلا علاش اقتصرت على نقطه العتبه في حين وانه اليوم كنا نجموا نناقشوا معناها نراجعوا القانون الانتخابي كباكج كامل. نحن عطينا فرصه نتاع عمليه انتخابيه. نحن كانت عندنا الجراه والاسبقيه انه اونونس يعني قدمنا هالمبادره هذه وطلبنا فيها استعجال النظر ونظر فيها المكتب وبالتصويت وحيلت للجنه واللجنه ناقشنا كما قلت لكم. النقاش كان الحقيقه هادئ لكن كان نقاش حاد وكان فيه يعني وسي مبروك الحقيقه من الناس اللي من الزملاء الحقيقه اللي كان عنده راي اخر لكن محترم وفي يعني حجج معقوله. والحقيقه في الاخر صوتنا وصوتنا زاد ما كانش تصويت يعني يعني باش عدينا الجلسه العامه. في المقترحات اللي قدموها الزملاء ما يفتح باب التعديلات هناك مقترحات في المجالات الكل. ثم شكون حكاية في التمويل الأحزاب، ثم شكون الحملات الانتخابية في المسألة الإعلامية ورقابة ودور الأيكا. اليوم الصباح هو نقاش بدا عنده نهارين مع رؤساء الكتل ارتقاوا أنه مثل حال نحن ككتلة البارحة عملنا اجتماع مطول ونحن حتى قررنا في الكتلة حقيقة بشيء بالتصويت. سي نور الدين رئيس الكتلة عرض الموضوع الكل على الكتلة وبشيء قررنا بالتصويت أنه نحن نمضيه في العتبه ونشوفوا بقيه زملائنا. فوقع اليوم نقاش مع الكتل يعني قرار
مش حاجه فورمال الحقيقه، ماهوش اجتماع مكتب، رؤساء الكتل لم يدعوهم رئيس المجلس، وانما مجموعه من الكتل ارتأت فهموا انه نرجعوا للرجوع الداخلي اللي صار اليوم في الجلسه بعد نقاط النظام وكل شويه التونسيون وكذا، والحقيقه تواصلت شويه ونقاط نظام يعني على كل العديد أي. ان شاء الله ان شاء الله المشهد هذا فعلا ان شاء الله المشهد هذا يعني الحقيقه غني قلت لك يترشد، ولا بد انه من الناس اللي تحب انه كل دقيقه ان يعني نصرفوها فيما ينفع تونس، رانا مانيش في راحه من امرنا، مش معناها انه تعدينا الازمه السياسيه الاخيره معناها انه البرلمان صورته تحسنت وانه نحن كان نواب لا، مازالت التوانسه طلبنا ومازلنا الحق صورتنا ماهيش باهي وزلنا نخدموا الناس اليوم، مازلنا مهدين باجراء انتخابات في اي لحظه بالطبيعه، مازلنا مهدين مال شنو مالا مانيش انا هذا رايي اي، لاني انا نعتبر انه الازمه اللي برت بها تونس ما كانتش ازمه هينه، لم تنتهي الازمه السياسيه معناها لا هي انتهت الان، هي انتهت الان وتوا قاعدين نخدموا على رواحنا، الأزمة الحكومية انتهت لكن الأزمة السياسية والحزب السياسي نحن نتمنى النجاح، وأنا شخصيا وكتلتي سنعمل على نجاح هذه الحكومة، وإن شاء الله يا ربي يوفقوا سي إلياس وكل الوزراء من كل كتل، وإن شاء الله يكون عندنا حزام فعلا يعني ممكن نختلف في بعض التفاصيل لكن الحزام السياسي للحكومة يكون حزام صلب ونسقوا بعضنا حتى في خارج هذا. المهم قلت لك النقاش ونعتبر يعني حقيقة نقاش صحيح أنه أنت كرؤساء كتل أنتم اجتمعتوا وقررتوا انكم ترجعوا للنظام ما يحرمناش نحن كبقيه كتل او كمستقلين انه نناقشوا في الفون، فالان قاعدين نناقشوا المضمون وتقريبا كان ساعات نقاش عام في الجلسه العامه، انا نعتبر هذا الحقيقه فيه مضيعه للوقت للبرلمان، لكن على كل هذا قرار ديمقراطي والساده الزملاء يعني كنت تتمنى لو اليوم يقع الحسم في هذه المساله يقع الحسم، اما بدا قررنا التاجيل راه مشيت للتصويت ورانا اجلنا ورجع للجنه ثم نمشيو نخدموا على روحنا خدمه اخرى يعني الحقيقه مش استاذ كرشيد تقول توا مدام زغلامي ربما اقرار عتبه ب 5% من شانها وانها تنقذ البلاد من حاله التشرذم السياسي والفسيفسائيه اللي اليوم يخفى على احد، وانه نتائج الانتخابات التشريعيه بالقانون الانتخابي الحالي 2019 خليتنا اليوم ربما 4 شهور ما نجمناش نعملوا حكومه، كان بعد 4 شهور وطميو اللي وصلنا عملناه على الرغم من انها برشا ربما يقول لك اليوم يا حكومه الضروره ولسنا في منأى عن ان نرجعوا الى ازمه سياسيه. في المقابل من جهتكم تعتبروا بأن قانون العتبة الجديد يهدف إلى تكريس هيمنة الأحزاب الكبرى، ومن ثم تحذر عقلية الولاء لقادة الأحزاب اللي يقترحوا أسماء المترشحين وليس الولاء لمصالح الشعب. شكرا. ساعة أنا قبل أن ندخل في الموضوع السياسي أنا أقول للتوانسة ربما فما ذكرى عزيزة علينا على الأبواب اللي هي ذكرى 7 مارس من قردين 2016 احداث من قردين، وهذه ذكرى يلزم ديما نذكروا بها انا في رايي، مش لاني اصيل من ولايه مدنين ولكن لانه انا اعتبرها من المعارك الكبرى التي صارت لمقاومه الارهاب، واذا كانت الدوله التونسيه اليوم واحده وتنجز في عمليه ديمقراطيه وفالفضل طبيعه الحال الى يعود الى جهود ابنائنا وقوات الامن والجيش والشرطه وما الى ذلك، ولكن ملحمة بن قردان علامة فارقة في مقاومة الإرهاب الذي كان يستهدف اقتطاع جزء من التراب الوطني. أكيد. بالتالي نحب نقول للسلطة. للسلطة. هي. اللي في نيتها ربما التوجه إلى مدينة بن قردان اللي هذه المدينة فما التزام أخلاقي معه. وهذا الالتزام الأخلاقي أولا هو التزام بأن يتحول يوم 7 مارس إلى يوم وطني لمقاومة الإرهاب. للأسف هذا ما تمش إلى حد الآن، أنا شخصيا طلبت به علنا وسرا حتى في السنة الفارطة، وأرجو أن السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية ينفذوا هذا وعد الدولة مش وعد أشخاص، أن يكون 7 مارس هو يوم وطني لمقاومة الإرهاب ويبقى تاريخ مميز في البلاد. دوزيامون هذه المنطقة التي دافعت على تونس بأهليها بأطفالها بصغارها بأبنائها، أرجو أن الوعود التنموية التي أدرجت تتواصل وتنمو، لأنه لا ريكومبونساسيون على الوطنية مانيش طالبينه،
ولكن طالبين أنه الإرهاب ما يلقاش فينا موطا قدم. والثغور يعني المناطق الحدودية تعتبر ثغور، والثغور يجب أن الدولة اللي هي في الأطراف يجب أن الدولة تهتم بها اهتمام بالغ. بالتالي هذه رسالة إلى من يعتزم الذهاب إلى بن قردان، ما يمشيش دي فارغ، نقول له فكر مش فقط في حضور شخصك بل في الرمزيات الكبرى لهذه المعركة، ونعرف اللي هي ما تغيبش على رجال الدولة وقد تغيب على غيرهم. واضح. نرجع توا للعتبة. للعتبة. أنا معناها أولا عندي ملحوظة ودية، هو هذا القانون أنا ما حبيتوش يتعدى البرلمان حقيقة، وتعرف مدام ما حبيتوش يتعدى الجلسة العامة. وقلت لا واجب الاستعجال فيه، لأني كنت عندي قناعة أن الانتخابات مش باش تصير توا، راهو معناها والبرلمان مش باش ينحل، لكن ربما فما اتجاه سياسي وقع من حزب حركة النهضة في أنه قدموا وقت احنا نتفاوضوا على الحكومة، وهذا اتجاه ربما معناها عندنا فيه يعني كما قال القرآن يعني اختيار توقيت تقديم هذه المبادرة ما هوش بريء حاجة إلى أزمة سياسية في اللحظة هذه على موضوع حساس تهتم به كل المجتمع ويهتموا به رجال القانون تهتم به الأحزاب ويهتموا به البرلمانيين ويسوغ الحياة السياسية في المستقبل في هذا الظرف اللي ما زالت فيه البلاد أن بو فراجيل. خلينا في نقطة التوقيت واختيار التوقيت اللي أنت اعتبرته أستاذ كرشيد ربما ما هوش مناسب ومشانه أنه يعمق الأزمة السياسية. نعرف أنه سبق وأن تقدمت مبادرة لتنقيح مشروع القانون الانتخابي وصار التقديم نتاع المبادرة على أساس 5% وتوافقت الأطراف السياسية على 3% وصدقت الجلسة العامة على المقترح ومشى الوقتين الدستوري المراقبة الدستورية القوانين وأقرت بدستوريته ومشى للباجي قاد السبسي يرحمه باش يختمه وقف غادي. أنا ذاك ربما الأطراف السياسية كانت تقول وأنها مش ضد قرار العتبة ولا التنقيح، ولكن الجدل كان قائم على اختيار توقيت النقاش وتقديم هذه المبادرة. قالوا وقتها زاد التوقيت غير بريء، لأنه يقولك مثل هذه المشاريع متاع القوانين ما تتنقحش في سنة انتخابية ولا قبل عام من القانون من الانتخابات. يقولك يا سيدي احنا على باش نعمل انتخابات، خلي تتركز السلطة التشريعية ونبدأوها على بكري. معناه توقيت تبدأ على بكري رجعنا لنفس الجدل سي مبروك. أي صحيح، واحنا في المرة الأولى ما نجحناش وقت جينا في الصيف وعملنا المشروع نتاع أنا ما كنتش في البرلمان ما كنتش في الحكومة اللي دو ما كنتش فيها مرة كنت أنت وقتها ما زلت ما خرجت ومانيش في تحية تونس ما زال معنا باش تبدا الصورة عندك واضحة ما نعملوش حجاج فارغ. ألور أنا رأيي أنه هذاك وقتها ما نجحناش في الوضعية وخلقت أزمة وخلقت شرخ ما زلنا نعانوا في نتائج لتوا. إذا كان نخلق أزمة جديدة واحنا في لحظة فراجيل مازال الوضع السياسي الحكومة لم تشكل بعد، قلت ربما هما فما شكون يقولك استعجال حتى كتابة الاستعجال كان بسبب إمكانية إعادة الانتخابات وعدم الوصول في البرلمان إلى نتيجة. أنا كنا متأكدين أن البرلمان بيوصل في آخر المطاف يعدي الحكومة، بالتالي إضافة هذه المشكلة السياسية العميقة والجوهرية في البداية ربما ما كانش أنا ما كانش هذا تقديري وهذا رأيي. اثنين، يلزم نواجه الأمور بعقلانية وروية. طبعا القانون الانتخابي فضلا عن النظام السياسي اثنين أكبر عناصر عليهم تجاذبات في تونس، طبيعة النظام السياسي، هل نبقوا في نظام برلماني أو شبه برلماني كما هو الآن أو نذهب إلى نظام رئاسي مع لقردف مع الحمايات الديمقراطية اللازمة لعدم تغول أي رئيس في البلاد. هذوما زوز مواضيع الكبار اللي جمعوا وحدة التونسيين، معناها مطروحة مراجعة النظام السياسي. سمعت الخطابات السياسية قبل الحملة الانتخابية برشا أحزاب من ممثلين الآن في البرلمان يقول لك ورئيس الجمهورية الحالي بيدو يقول من تنقيح القانون والنظام السياسي وهو منتخب معناه، وهذا موضوع مطروح سياسيا بقوة وسيطرح، ولكن آلية طرحه تنقيح الدستور يعني. تنقيح الدستور أي تنقيح الدستور أي موجود، هذا حديث تعرفي موجود. وهذا أنا أقول اللي هو ربما يساغ مجتمعيا بعيد على البرلمان في المرحلة الأولى قبل أن يجي للبرلمان تحذر له معناها الموضوع متاع الانتخابات أيضا هو موضوع كبير، لأنه هو تشكيل العملية الديمقراطية يكون ضمن البرلمان وصياغة الحياة السياسية ضمن البرلمان يكون بالقانون الانتخابي. القانون الانتخابي الحالي نضيفوا له العتبة، هل سيؤدي إلى التشتت وهل المشكلة هي التشتت؟ أنا في رأيي
الشخصي، وهذا ممكن تعرفيه سيادتك وممكن حتى أمينة تعرفه مش عارفة ليه. أنا المشكلة ليست فقط تشتتا، المشكلة كمية ونوعية. كيفاش؟ أي خعاشبك اللي قاعد يجينا من القوائم الانتخابية، شوفي أنت القوائم الانتخابية الموجودة، تشوفي ناس الزغرات زغرات والعيات عيات واللي محكوم بقضايا جزائية وتوا فيه محل تفتيش موجود في البرلمان، في مناشير تفتيش، أما شكون في منشور تفتيش موجود في البرلمان حاليا؟ نائب، نائب وفي منشور تفتيش، ما نحبش ندخل في في منشور تفتيش قضائي موجود واضح يعني ومش أكثر، فما متابعات قضائية عديدة. أي فما يعني شبهات، فما نوبة عليهم شبهات وملفات وفي متابعات قضائية وشبهات مش شبهات، تتبعات، تتبعات جملة مش شبهات. شبهات هذه ينجم يجي واحد في فيسبوك يكتب شي حوا يقول له شبهات الناس اللي كنا، وهو قاعد يقع هذا موضوع ثاني. ولكن أقول لك اللي معناها هو الشرع والقضاء وجاب لنا ناس متطرفة أفكارها، ناس متطرفة أفكارها، وجاب لنا ناس تدافع أحيانا حتى على دول أجنبية من داخل قبة البرلمان ولا في السفارات وما إلى ذلك. بالتالي هل أنه المسألة النوعية محسومة بالقانون الانتخابي هذه؟ هل النوعية تعتبر جربنا ثلاث برلمانات جبنا نوعية جيدة لنا من حيث البلوك ولنا من حيث النوعية؟ شوف يا نقول لك شخص نقصد اللي القانون الانتخابي هذا عام اللي جربناه اون 2011 وكا جربناه نهاية سنة 2011، جاب القانون الانتخابي هذا وقت نتاع هيئة سي عياض بن عاشور جاب الحركة النهضة 90 مقعد. جربنا القانون الانتخابي هذا عام 2014 جابت نداء تونس 86 ابري بار نطيحوه بار معناها واحد طون فير 90 يتجه إلى 90، يعني زوز أحزاب جابوا بقانون التشتت هذا اللي سميناه قانون التشتت بلوكات كبرى، والنهضة جابت 70 مقعد يظهر لي في 69 في 2014 بلوك كبير. إذن القانون ليست العتبة هي المشكلة في التشتت، التشتت اللي شفناه في القانون الانتخابي لسنة 2019 في البرلمان 2019 لا يعود بالأساس إلى القانون الانتخابي، يعود إلى غياب الرؤية عند المجتمع. الناس ما عادش تشوف في امل. جربت بعض الاحزاب اون 2011 عطت الثقه لحركه النهضه معناها بشكل واسع، اون 2014 عطت الثقه للسلباجي قايد سمسي وحزبه بشكل واسع، انحجبت رؤيه الاحزاب ما قدرتش انها تصيغ حياه سياسيه سليمه، وهذا ادى الى غياب الرؤيه. والشعب طبيعته شعب يجرب، جربتك انت اليوم مش معناه نجربك خليك قدوه. سي كرشيد لو انت تحكي على الشعب، الشعب اختار ما قدمته له الاحزاب السياسيه. لحظة. انت قبلي اثرت مساله النوعيه، يعني في النوعيه الشعب مسؤول عليها. انا شربتها من زول قبل الاحزاب شنو رتب تفضل. اذا المساله نتاع التشتت في تقديري العائد فيها الى مشكله الاحزاب، وان الاحزاب لم تعد تقنع، وفما طرح وحتى تحول وفما رؤية نتاع تغيير جملة في مناهج العمل السياسي كيف شفتوه مع رئيس الجمهورية اللي يدعو أحيانا خطير نعرف، ولكن هذا يلزم نقولوه نصرحوا بها أرواحنا، ما نقولوش راه خاطر القانون خايب، نقولوا خاطر احنا كأحزاب سياسية ما أقنعناش الرأي العام وما راش معانا الأمل، كيما راش معانا الأمل نوزاسيوني باش يجربك أنت ويجربني أنا ويجرب فلان. بالضبط. ومن الأسباب هذه هو نظام القوائم اللي خليناش يقتنعوا بها الناس، لان في نظام القوائم جبنا له ناس ما يقنعوش. علاش جبنا ناس ما يقنعوش؟ لان السيد رئيس الحزب يخشى على نفوذ الحزبي، نقولوا واقعيين مع بعضنا ونقولوه، وهذا راهو تقال في كل الاحزاب، ما تقالش حزب واحد راهو باش ما نعممش انا ما نقولش نخص حزب معين، تقال في كل الاحزاب. تذكروا قبل الانتخابات فما ازمات، واحد في القائمه كان الاول ولا الثالث، معناها في احزاب كبرى وفما ناس اخرى يحبوا ياخذوا مواقعها مهما كانت الظروف، وعركوا معروك، وفي اخر ما تفرق اساء الحزاب يقول لك انا نجيب امينه لسانها طويل سامحيني في الكلمه ونجي تتكلم ومش منضبطه نجيب فيها. علاش انا عندي اليوم فرصه أنا نجيب ان ويست كي دي توجور وي وي انت ان ويست نجيب ويست موالي ليا وما نجيبش امينه اللي هي قادره تبلغ صوته ساعات تطلع لي قرونها وتولي فهمت انا سامحيني في الكلمه ديما مع حفظ المقدار كانثى وكاخت تتمرد. بالعربيه. بالتالي هالوضع هذايا رؤساء الأحزاب ليسوا في حاجة على البحث للبحث على عناصر باهية تمثل الجهات. إذن
القانون في حد ذاته مش مشكلته انه ما فيش عتبه، القانون في حد ذاته بتاع القوانين حتى لو كان بالعتبه ينجم يفرز لنا اشخاص غير قادرين على الاقناع في المناطق اللي يقع فيها الانتخاب. بالتالي نقول يجب ان نناقش القانون برمته، وقلت هذا في اللجنه وقلت راه ما هوش هو الافضل. صحيح فما خشيات اخرى من انظمه انتخابيه اخرى، ولكن ان نجوا بسرعه ونحب نضيف العتبه فقط ودون ان نناقش الحياه السياسيه داخل البرلمان وداخل المجتمع بدقه، نقول هذا ربما استعجال لم يكن في طريقي. وهك علاش تخلق هالموضوع، الموضوع هذا في احنا خارجين من عركه حكوميه خلينا نسميها يعني على دورتين، الحركه الحكوميه كانت على دورتين، دوره التعيين الاول ودوره الياس الفخفاخ، وهذا ادى الى انه هالقانون جاء بعيده ايامات قليله، وبطبيعه الحال كموضوع تجاذبات كبرى باش يخلط الحابل بالنابل وباش يضعنا في وضعيه هذا جدل التوقيت، جدل التوقيت وجدل الفون. بالتالي توا الراي الارجح وانا نساند الراي الذي يقول بارجاع اللجنه ونعمل استماعات واسعه ونصيغوا حياه سياسيه للتوازن. يعني عندكم اليوم احتراز على عتبه ب 5%؟ عندي احتراز على القانون في حد ذاته. ليه؟ خاطر فما زوج قراءات اليوم يقول لك انا شخصيا يقول لك عتبه ب 5% باش تنقص برشا حضور. لا عتبه ب 5% شو تعمل؟ تعرفي في كمال اجسامك الزرق باش تزرق. دوباج. هذا هو. يجي حزب عنده 50 سميه نداء تونس، سميه تحيه تونس، سميه النهضه، سميه حزب 14 اكتوبر ولا 13 اكتوبر وش اسمه، سميه اي اسم. يجي عنده 50 نزيدوه نردفوا له اي توصل اصوات ضعاف الحال اللي ما وصلوش انهم خذوا 5%، نعملوا لهم ارداف اللي هو بذلك الارداف نطلعوا له 80 و90 مقعد باش يحكم. ما يستقرش بعد المشهد السياسي، ما يستقرش معاه لانه كما كمان انا عندي صوره معبره قلت لك كيما واحد زرقوا له في كمال اجسام بدنه ما هوش مريقل واعطيناه زرارق باش نفخناه، كان النفخه هذه لاش فايت من اللي فايت من فايت وانك تجم زوز ما هوش فايده في الحكم، زوز احزاب يا مدام الفايده مش في انك عندك 80 باش تحكم بهم، الفايده من هم 80 اللي بتصيغ بهم القوانين وتعطي ويصوتوا لك ونوعيه الاشخاص، اذا كان نوعيه الاشخاص نوعيه هزيله راهو انا كي اعطت مدام امينه الفكره على بريطانيا مش عارف مطلع سيرتان مو على القانون وفريد نعرف سيرتان مو زاد مطلع باعتبار الاختصاص راهو في 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 بريطانيا ولا في امريكا راهو نجيبوا اشخاص لاختراع الافراد في دوائر مغلقه نعم في دوائر مصغره وهذوما ينجحوا فيهم الاحزاب، ما نقولوش هذا ضد الاحزاب اما الاحزاب وقتها مضطره انها تجيب شخص في محافظه يوزن ما تجيب الشخص او ويست تجيب شخص حتى عنده موقف معناها نقدي داخل حزبه ولكن تحترمه وتقدمه لانه عنده تمثيليته في جهته وقادر ان يكون محترم في تلك الجهه وقادر يكون محترم في مستوى المركز. باش تاخذ وقتك في التفاعل سي فريد نطلع فاصل وراجعين. حتى نحب نتفاعل مع كلام سي كلام مهم. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في المشاهده، نتحدث عن تنقيح القانون الانتخابي فيما يتعلق بنقطه العتبه واللي اليوم وبعد الجلسه العامه اقر رؤساء الكتل البرلمانيه في مجلس النواب انه يرجع مشروع القانون هذايا الى لجنه النظام الداخلي لمزيد ربما باش يقع التصويت على الارجاع للجنه لانه القرار جلسة العامة مش للساده رؤساء الكتل داكورد قرار الجلسه العام نعم قرار اعادته بعد النقاش العام اليوم بعد النقاش العام سيقع نعم. التصويت على الارجاع للجنه النظام الداخلي سي فريد اكيد عندك برشا ما تدفع عندنا برشا تفضل شوف الحديث عن العتبه بالنسبه للقانون الانتخابي هو كان ناخذ القانون من اخره نجيو في الاخر ونحكيو على القانون الانتخابي أنا لن أتحدث من داخل الأحزاب السياسية وإنما من خارجها. وبالتالي كقارئ أو كمشاهد للحياة السياسية أو كمحلل للحياة السياسية نعرف علاش جاء قانون العتبة وهو مربوط بعدة عوامل. منها ما هو بطبيعة الحال منها ما هو سياسي ولكن سياسي بالامتياز في اختيار التوقيت. لأنه التوقيت هام وهام جدا. العتبة إذا جردوها ونحكيه كتقنية من تقنيات الانتخابات أمر موجود في كل أنظمة
حتى ديمقراطية عادي. اليوم ألمانيا عندها عتبة تاع 5%، تركيا عندها 10% كعتبة ومقررة في قانون انتخابي. لكن علاش اليوم تاريخ تقديم هذه المبادرة هي تكتيك سياسي لا أكثر ولا أقل من حركة النهضة، ونقولها وأمر واضح. إيش قال تام النهضة ما يسمعك تكتك أي أنا مش أنا حبش نفسر حزب سياسي. أنا مانيش باش نقول لك مش من حقك، لأنه من حقك في نهاية الأمر، لكن مش نحن نعرفوا زاد علاش. كي تقول لي من حقي نقول لك من حقك، هذا ما دام القانون يسمح لك. لكن اليوم وقتاش تقدم هالقانون هذايا؟ تقدم وقت ولينا نحكيه على أنه الحكومة ستمر أم لا تمر الحكومة الثانية، وثم انتخابات ماشيينها، رغم أنه النهضة عارفة أنه ما ناش بش يمشيوا للانتخابات. لكن علاش العتبة باقي شادينا فيها وقدمناها؟ لأنه بش يقع تسليط ضغط على رئيس الحكومة المكلف بش أنه تاخذ النهضة اللي تحب هي، وفي حق ومن حقها زاد. نرجع زاد ونقول من حقها. أنا وقت عندما ألوح بهذه الورقة، ورقة العتبة، في توقيت معين اللي هو وقت قاعدين نتناقش وتتعدى ما تتعداش، علاش تتعدى بالوقت ونعمل فورسينج وتجي وقتها تقول لي أنت قانون يسمح؟ قانون يسمح لك مدام فوزي مدام يمينة يمينة يسمح لكم باش تقدموا، لكن التقديم غير بريء في ذلك الوقت، غير بريء من الناحية السياسية. رأوا أنا لا أحكم على النوايا، ولكن أحد تحدث عن الحياة السياسية. أنت عندما تقدم في الوقت ذاك راني قاعد ماشي للانتخابات ونحضر في الانتخابات وهاني داخل الانتخابات بقوة، كلامكم ما يفرقش على كم عبير موسى اليوم اللي تقول أنا لا، قالت وقالت أنا ما نخافش من الانتخابات وأنا مستعد للانتخابات في كل وقت، وفي جانب كبير كلامها صحيح. أنا أعطيك صحيح للي يقرأ القراءة السياسية بتاع تونس اليوم، أي أنكم أنتم عندما قلتوا أنه معناه تقدموا في مشروع العتبة كان في ذلك الوقت بالذات راو حتى إذا باش يمشوا للانتخابات ها بالنسبة للأحزاب السياسية باش تمضمض الصغيرة باش تمضمض، ونحن راونا مستعدين للانتخابات. معناها يا سيدي يا سفخفاخ رد بالك، راو بالنسبة لنا حتى كان ماشي للانتخابات هاو نبدأ نحذروها من توا، وبالتالي وهي ورقة باش تلعب بها النهضة باش تاخو أكثر ما يمكن من حقائب معناها وزارية، وتاخو امتيازات وتاخو ونسبيا وصلت معك، وهذا تكتيك سياسي ربما معناها في من حقكم ما دام القانون يسمح لكم، لكن الانسان يفهم سياسيا هذا المشي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، راهو اللي يحكي على العتبه ما نبداوش القوانين نحلوها من اخرها، هات نحكيو على القانون الانتخابي بتاع تونس كيفاش بدا. راهو القانون الانتخابي راهو بدعه هذا في تونس، ما نتصوروش انه مكثر الديمقراطيات او البلدان المتحضره عندها نظام الانتخاب بالنسبيه مع اعتماد اكبر البقايا. راهو ماهوش متواجد في بلدان كبيره معناها كثيره النظام هذا. النظام هذا يتعمل في وقت من الاوقات وربما كان يقضي المصلحه، لانه كان في نظام في مرحله تاسيس، وكان اكثر من هذا انه ناسسوا الجمهوريه جديده وقاعدين نحضروا في دستور، وتحضير الدستور من هذا الجانب كان يقتضي انه كل الايديولوجيات وكل الاحزاب السياسيه وكل الفرق ولو تكون صغيره وصغيره من حيث الحجم ولكنها كبيره من حيث الفكر ومن حيث الايديولوجيا تكون مساهمه في بناء هذا التحول واساسا في بناء الدستور. كانت هناك ضروره لهذا القانون، واللي جاء نمراء ربما باش نرجعوا نعرفوا التاريخ فاش راهو القانون هذا، شكون اللي بدا به وشكون اللي اقترحه او ما اقترحه؟ اقترحوا سي عياض بن عاشور ضمن الهيئة. يعني القانون هذا كان هناك معنى نفهموه في الإطار الذي جيء به في ذلك الوقت، وهو أنه قاعدين نأسسوا لدستور وقاعدين مجلس تأسيسي إلى آخره. لكن بانتهاء المجلس التأسيسي خذا وقته ومشى. علاش قعد القانون هذا؟ علاش قعد؟ شوف شو قولك حاجة، مساساة إنسان تعطيه حبل باش تكتفوا به يستحلك الحبل هذاك، وهو سياسيين كيفاش التحليل نتاعو؟ لأنه في وقت من الأوقات كانت الكل يعتقدوا أنه النهضة في وقت من الأوقات باش تكتسح الساحة السياسية، وأمر مفروغ فيه. نرجعوا للنتائج المعذرة، نتائج الانتخابات. لو كان وقع اعتماد نظام انتخابي آخر، نظام النسبية فقط، رأي النهضة هزت 90% من نتائج الانتخابات الأولى، صحيح ولا مبروك؟ بالحساب يعني بالقانون الانتخابي، هذا قانون ما فيش ولام.
كان هناك إرادة حول عدم وصول أي حزب إلى أغلبية برلمانية وهذا مشات فيه، وكان ربما باش نوقفوا الجموح متاع حركة أو حزب حركة النهضة في ذلك الوقت، وتم هذا الأمر. فيما بعد حركة النهضة استحلت الأمر هذا ولات معاش عينها ما تحكم كان مع غيرها، الحبل اللي حبيت كتفوا به في وقت من الأوقات ولا كأنه خيط نجاة لحركة النهضة على مستوى التعامل السياسي وعلى مستوى الحياة السياسية، لأنه النهضة اللي في وقت ملاقات كانت ربما يحبون المعذر نكبح الجماح متاعها أصبحت هي شادة في القانون هذاك، وهي من تساهم بكل طريقة في بقائه باعتبار أنها كانت معتقدة أنها لا يمكن لها أن تحكم وحدها لأنها في ظروف إقليمية وفي ظروف سياسية وفي ظروف غيره وغيره، ولا بالنسبة لها نظرة التشاركية ونظرة كذا ونظرة اللي كانوا ضدها، ولا هو بالنسبة لها هو الهدف متاعها وهو السياسات كلها تتبنى حول هذا. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه نرجع للتاريخ، النهضة في الحكومة الأولى حكمت مع المؤتمر ومع التكتل، ثم فيما بعد حكمت مع الباجي قايد سبسي مع نداء تونس، ودائما وابدا وشاده صحيح، وحتى في الانتخابات التشاركيه في شراكه الحكومه يعني بالنسبه ليها سيبوني ما نحكمش وحدي، لانه كان باش نحكم وحدي راهو انا باش ناكل العصا من كل شيره، ماذا بيا نحكم مع غيري بور امبليكي لي بارتي بوليتيك كال كونسوا كبيره ولا صغيره، هات الدردبيزه نلموا الكل مع بعضنا باش كي تجي العصا تجي علينا الكل ما تجيش على واحد، هذه هي السياسه نتاع تونس. اهل انه اليوم هي علاش اليوم هاي تقدمت بمبادره باش تطلع الخطوه؟ لا تقدمت بها فوقتاش تقدمت بها؟ اليوم بمجرد انه رؤساء الكتل قالوا اليوم ايا بطلنا، والله جات من عندكم تو نبطلوا، وهذا باش يجرى راه باش نبطلوا باش رجعوه باش نرجعوه والكتل مشروع قانوني في الجيش الليبي. هذا رايان هذا رايان، قول لي انا لو شوف قول لي لو تسمح كان ختم باجي قايد السبسي، نكمل انا التحليل تاعي ومن بعد سؤال، كان ختم الراحل باجي قايد السبسي التنقيح نتاع 3% راهي 2019 مانيش في المشهد هذايا، هاو كانت جد وعدات 3% راهو 3% مش كيما 5% راهو فرق برك في القانون الفرق في اشياء اخرى. لا اليوم اليوم شوف قول الحاج اليوم اللي يحب يحكي على تحديث القانون الانتخابي ما نحكيش على العتبة فقط، اليوم يزمني إعادة النظر في القانون الانتخابي برمته، نحكي على مسألة تمويل الأحزاب السياسية، نحكي على الإعلام والانتخابات، مسألة الإشهار، نحكي على شروط الترشح، نحكي على شركات صبر الآراء، نحكي على كل نقاط اللي باكيتش كامل معناها توتال باكيتش كما تقول باش نبنيو به معناها قانون انتخابي جديد. لكن تقول لي اليوم لا هذا مش صحيح، نقول لك لا النهضة وهاو تو نشوفوا الانتخابات وهاو التصويت، أنا مازال ما صارش التصويت وباش يصير التصويت نحو ارجاع قصدي شوف يعني مش بالطريقة اللي عرفت سيادتك يعني أنا باش نكمل النقطة هذه وأنت تفهم أنا هذا رأيي راه انه النهضه ورقه ضغط لاكثر والاقل العتبه، صحيح راهو في المطلق اذا جيو نحكيو نقولوا صحيح راهو في منطقيا وسياسيا انه فرض عتبه هو باش يبعدنا على التشتت السياسي ويسمح لاحزاب سياسيه كبيره باش انها تحكم، لكن هنا جوجوان الكلام اللي قالوا سي مبروك رشيد ونتفق معه فيه انه بعدم وجود عتبه ووجود القانون الانتخابي كما هو اليوم افرزت في وقت من الاوقات تكتلات كبيرة أو زوز أحزاب كبيرة اللي كانت قادرة باش تحكم، لكن الإصلاح ما يكونش بهذا الشكل، الإصلاح يكون من داخل القانون الانتخابي برمته تبديله. القانون الانتخابي لا يمينة اليوم في وقت من الأوقات المصيبة وين؟ أنك في انتخابات 2011 عبد الفتاح مورو اللي حتى في داخل الحزب متاعكم يجيب 2000 صوت وسونيا بنت أمية تجيب 22000 صوت، هاي المصيبة وين بالنسبة من داخل الأحزاب السياسية؟ الإشكال ماهوش في الأحزاب السياسية تجيب لي 40 ولا 50 ولا 70، لكن إيش تجيب لي أنت؟ إيش تجيب لي كنوعية متاع ناس قادرة اليوم باش تأثث معنى المشهد البرلماني؟ هذا المصيبة الكبيرة ماهيش مسألة واحد وباش نرجعوا لهذا. مدام زغليم ورقة ضغط مناورة سياسية اختيار التوقيت ما كانش بريء. اي هو كل حزب سياسي راهو بالحجم تاع حركه النهضه يناور سياسيين، هذا من حقنا نحن ماناش ماهوش فعل يعني سياسي مشين. اي عدم النهضه راهو قبل حتى تقديم البروجي هذا تاع قانون العتبه بعد نقاش كبير في المكتب التنفيذي
قرر أنه يعني يدعو مكتب الانتخابات المركزي إلى الاستعداد للانتخابات. يعني هذا قرار سابق قبل حتى ما ندخلوا. دونك النهضة دائما مستعدة للانتخابات، دائما النهضة شدة صحيح في الآليات الديمقراطية، دائما النهضة شدة مش وحدها مع برشا ديمقراطيين في البلاد، أنه العملية السياسية في بلادنا ما تنجم نستعملوا فيها ونغيروها كان بالآليات الديمقراطية، مش بالاستقواب الأجنبي، مش بالانقلابات، مش أنك ممكن تتفكر أنت في ليلة ونهار أنه ممكن تونس يتغير فيها المشهد تحت ديكتاتورية. نعم أي نعم أي تحت عبئة الدستور، وهذا والحمد لله برشا ناس مقتنعين به. الكلام اللي كان يقول فيه سي كرشيد كلام مهم حتى يعني سي فريد، لكن فيه برشا ما يتناقش من بين مثلا الأشياء الحقيقة اللي أنا يعني الاختيرة اللي ما تتقالش صراحة وإنما تقرأ ما بين الأسطر، هو الترذيل العملية السياسية. ونقولوا للتوانسة رد بالكم، راهو الأحزاب شوفوا شو جابونا، شوفوا الأحزاب شو جابونا، وهذه الاختيار في تونس. نرشدوا العملية السياسية، ماذا بينا في تونس مثلا ما يكونش عنا 200 حزب، يكون عنا مثلا أقل أحزاب، يعني والأحزاب دي تتنظم في أكثر شفافية، في أكثر نوعية. أما أن نرذلوا الحياة السياسية عن طريق ترذيل الأحزاب، وممكن الآن العديد يعني قاعدين يخدموا في هذا، ما نشوفش تخدم حكومة تونس لجان شعبية، ما نشوفش حكومة تونس. تونس ما تنجم تحكمها كان أحزاب، وإنما الأحزاب هذه يلزمها تتحمل المسؤولية في النوعية اللي قالها سي كرشيد، وفي القائمات، وممكن الحديث بشكل جدي ومعمق في النظام المختلط، نظام الأفراد، نظام القائمات. الحقيقة نحن في النهضة ما تعرف سي كرشيد أنه نحن نستمع الخبراء وعنا مكاتب مركزية وكذا، أما مازال ما ناقشناش، مازال الحق ما ناقشناش، لكن مهم جدا، مهم جدا أنه الحركة النهضة اليوم تناقش مثلا هذا النظام الجديد، هذا النظام مختلط. حركة النهضة في النوعية نتاع البرلمانيين، وقت لي قارن سي فريد ما بين الأستاذ عبد الفتاح وزميلتي، أنا ما نحبش نحكي على الأسماء لأني نعتبر أنه كل شخص محترم مادام ما سرقش، مادام ما نهبش، مادام ما عندوش قضية أخلاقية، ما عندوش قضية لحظة ما عندوش قضية في الفساد المالي. هؤلاء لا يشرعون، هؤلاء في الأصل ما يكونوش موجودين في البرلمان. الحمد لله النهضة لم تقدم هذه النوعية، لم تقدم هذه النوعية، يكون نوعية تقول أنت التي تصوغ التشريعات لابد أن تكون فيها معايير معينة، أنا معك. لكن الحمد لله كحركة النهضة رغم كل اللي شاب العملية، ونحن عملنا هالبخيمير وعملنا يعني، وثم انتقادات داخل الحركة على الآليات اللي أفرزنا فيها القائمة، وهذا الكل موجود للنقد، بما أنه نحن حزب ديمقراطي موجود للنقد. ينجم الشاب ينقدك، قاعدي ينقدك، يقول لك راهو الخيار مشت فيها يا قيادة راه مش صحيح، وقولوا الله يبارك وإن شاء الله المرة الجاية نعاودوه ونعطيه فرصة أكثر وتكون فيها العملية أكثر شفافة. لكن الحمد لله حركة النهضة لا قدمت وزراء من هذه النوعية عندها القضايا نتاع الفساد، ولا قدمت النواب. إذا لأنه هالبروجي هذا الكل، هالمشروع هذا الكل يحال مرة أخرى للجنة ويناقش مع المجتمع المدني الذي يقيم في العملية من 2011. فعلا نحن اشتغلنا بقانون مرسوم مراسيم، تطور هذا القانون بقانون تقريبا، نحن مش تولي عندنا مجلة لأنه نحن عندنا قانون انتخابي ينظم العملية الانتخابات الرئاسية، وفيه ثغرات الحقيقة وطبعا ممكن نحكيه فيها، الانتخابات الشرعية ثم الانتخابات المحلية، وبينتو عن الانتخابات الجهوية. يعني اليوم عندنا مجلة انتخابية كبيرة، هذه المجلة لابد أن تطرح للنقاش في البرلمان، نسمع المجتمع المدني، الأحزاب تعمل ورشات، نستمع لموقف سيد رئيس الجمهورية في كل هذا. الحقيقة نحن الأكيد أننا لن نحيل قانون مرة أخرى للسيد الرئيس ولا يقع الإمضاء عليه، ممكن نستعمل فيه الآليات الديمقراطية وإن شاء الله يقع تركيز المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية هي اللي بتشرف على الاستفتاء وإلا إعادة القراءة وإلا ممكن يعني أي عملية، لأنه ما غير محكمة دستورية ما نجموش حتى نقحوا الدستور. إن شاء الله هذه نتوافقوا فيه نحن كبرلمان مع رئيس الجمهورية مع يعني مجلس أعلى القضاء، باش نجموا بيانتون نخرجوا محكمة دستورية. بالطبيعة أنا متأكدة أن المحكمة الدستورية في التجربة الأولية مش تكون غفينية، يعني إيش معناها؟
يعني مش في القانون. إيه فهمي يتوافق على الترشحات وجودها لابد. أن وجودها لابد منه. لابد منه. أما زاد العقبات اللي اعترضتكم على امتداد زوز دورات برلمانية. صحيح. باش أن اليوم ما نجح. مش 145. أتوافقوا. هذا هو. علاش كل حزب وكل كتلة تقدم ترسينا من الأسماء وبعد هيك الحقيقة يسمى مسألة فيها عقلانية. احنا كما قلنا يعني مرينا من أزمة سياسية. لو كان وجدت المحكمة الدستورية رانا ما تخليش في العديد من التأويلات الحقيقة لأن كنائبة مؤسسة لأن الأمهات والأباء المؤسسين العالم الكل يعترف بهم تقريبا تونس مازال الاعتراف بهم ماهوش 100% لكن نعترف أنا أم مؤسسة يعني من الأمهات المؤسسات أنا الحقيقة قراءتي للفصل 97 وقراءتي لأنه رئيس الجمهورية هو الضامن هو الضامن لتطبيق الدستور فكيف يكون هذا الرئيس ضامن بدون أن يؤول هذا الدستور في غياب المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية التأويل وضمان تطبيق هذا التأويل الحقيقة وأن هذا اللي راه حتى كي نرجع المداولات مجلس الوطن التأسيسي ونقاش اللجان فالثنية اللي مشى فيها السيد رئيس الجمهورية طريقتها وإخراجها فيه ما يتناقش لكن هذيك الثنية صحيحة إذن اليوم الحمد لله اليوم ثم قناعة لدى الجميع أنه ثم حارس كبير كما قال عليه رئيس البرلمان لابد أن يؤسسه المحكمة الدستورية اللي تنجم يعني تخرجنا من هالمأزق الحالي اليوم القانون الانتخابي بكل تفاصيله بكل تفاصيله مثلا سي مبروك قال أنه هناك بعض النواب تتبعات فعلا هي تتبعات ما نشر تفتيش قال لأنه أولا نحن نقدم يعني الترشح نتاعنا من غير بطاقة عدد هذه الأولى ثم هالحصانة هذه اللي أعطاهنا الدستور إذا نعتبر أنه الحصانة أعطاهنا الدستور في إطار عملنا كنواب لكن البرلماني والإنسان الحقيقة اللي يؤمن باستقلالية القضاء ويؤمن أنه لابد هالنوعية اللي يزمها تكون موجودة في المشرعين وقت تكون ثم قضية تتابعه لابد أنه لا يتمسك بالحصانة كما في ثم خطية تاع مرور كما أي حاجة أخرى وفي الأصل يستقيل إذا يعني ضرعه للقضاء وبعد إذا ثبت ربما تنقيح القانون الداخلي للبلد إجراءات نعم هذا شرط كبير قاعدين نخدمه فيه إن شاء الله ثم إجراءات رفع الحصانة الحقيقة لابد أن تكون إجراءات صارمة إعادة المشروع التنقيح هذية إلى لجنة النظام الداخلي أستاذ كرشيد من شأنه ربما وأنه يكون فرصة لإجراء وإدخال إصلاح عميق على المنظومة الانتخابية ككل بما فيها ربما اللي كنا نحكي عليه مش فقط مسألة العتبة نحكي على التموين نتاع الحملات الانتخابية نحكي على تقنين صبر الآراء نحكي على الاختيار لفون المهم اللي كنت انت تحكي عليه شكون اليوم اللي يختاروا حزبه اللي يكون عنده المواصفات باش انه غدوة ينوب الشعب وانه يشرع خاصة شوفي انا معناها متفق مع برشا اخوة في انه ثم ازمة سياسية في تونس حقيقة لازم نقوله سواء اقترح قانون العتبة يعتبر فما أزمة أو الذي رفض قانون العتبة يعتبر الأزمة ربما أعمق من موضوع العتبة فقط لازم نصرح أرواحنا اللي بعد 9 سنوات القانون الانتخابي السائر في تونس الآن والذي ينظم الحياة الانتخابية في البرلمان هو قانون بالأدنى أعرج بالأدنى السياسي أعرج ومعناه يريدنا إكمال عرجه ب5% في العتبة أو ب3% كما كان في القانون السابق بالتالي هذه أن كونستا لازم نكون أحنا موجودين عليه متفقين عليه إذن الحل هو إعادة النقاش وإعادة هيكلة القانون الانتخابي وأنا خلينا نكون صريح يعني نحب ديما أنا ما نعتقدش إلا اللجنة هي البيت المؤهل حقيقة لإصلاح القانون الانتخابي مال يجب أن تقع نقاشات أعمق سياسية بين أحزاب بكل صراحة وبكل وضوح هذا مستقبل تونس أنا رغم معناها نحب نقول معناها نقدر الأحزاب بالكل نختلف ولكن نقدر وأنا ما نحبش نعلق على حركة النهضة لأنه ما هيش هي بيت الرحاة في الموضوع هذا وما هيش هي مشكلتنا هو مستقبل البلاد هذا هو وكيفاش نعيشوا مع بعضنا كيفاش الحياه السياسيه تنجم تتبلور ايجابيا اكثر مو هذا الموضوع اذا ان نرجع الى البرلمان لنناقش فصل ولا نحو 3% ولا 5% مش هذا الموضوع احنا المطلوب يخاض نقاش حقيقي مجتمعي على 3-4 مسائل على ارتباط وثيق موضوع التنظيم الانتخابي يعني بمعنى
هل نواصل في اعتماد القوائم مع أفضل بواقي وطنيا أو أفضل بواقي جهويا وفما عتب ولا مهنش فيهم الاثنين؟ هل نختار نظام انتخابي آخر كما البناشاج اللي قالت عليه مدام أمينة توا اللي هو المزج ما بين القوائم والأفراد؟ ولأنه ستريز امبورتون أن يكون فما أفراد راهو موضوع متاع الأفراد هذية سيعيد هيكلة الأحزاب، يعاود ينضج العملية السياسية داخل الأحزاب، أو نمشوا وأنا هذا رأيي الشخصي نمشوا الانتخاب على دورتين في دوائر انتخابية مغلقة حتى يكون النائب مسؤول مسؤولية تامة أمام جهته في جهته. أنا قاعدين نشوف فيه فما نواب مش قاعد تدخل أربع سنوات كاملة ولا خمس سنوات الجهات اللي طلعتها ولا هيكون فقط الرئيس الحزب الذي يضعها أو ينزعها ولا ما هوش هذا نمشوا في السيستم دو باناشاش اونتر لي ليست معناها قائمة متاع الحزب النهضة وقائمة متاع حزب تحية تونس وقائمة متاع حزب حركة الشعب وانت في دائرة انتخابية فيها ثمانية تختار العناصر الفضلة الباهية ما بين هذه القائمات فما شكون يقول هذا راه ربما في مجتمع أمي مش ممكن نقول لك في مجتمع أمي الناس تعرف نعملوا حمايات بالتالي على كل حال كي يخرجونا ثمانية ما يخرجوش ثمانية معناها لابد فيهم ناس باهية باش تخدم الجهة وبالتالي نلقوا طريقة. أما هل أن العملية هذه موكولة إلى لجنة ولا موكولة إلى عملية برلمانية صغيرة ضيقة؟ معنى مضيقة. أنا من شرعي ليش؟ لأنه نحب مصلحة الحوار دمي. يصير سي مبروك على مستوى حوار وطني على مستوى الأحزاب والأحزاب حتى الغير ممثلة وحتش بيه لكن بعد كله يزم يصب في اللجنة الشرعية بالاتفاقات. أنا فقط لو تسمع مع سي عبيدة الكيفي الله يرحمه عملنا زوز قوانين كبيرة في البلاد مجلس أعلى القضاء والمحكمة الدستورية. أنا في بعض اللحظات وقت تقريب كملنا المحكمة الدستورية على ما أظن قال اللجنة مستحيل نقدم ونهز التقرير الله يرحمه نهز التقرير للجلسة العامة إلا ما يحضروا لرؤساء الأحزاب وفعلا عيط للنهضة والجبهة الشعبية وألزمهم بالحضور بعد ما ناقشوا الاتحاد نحن في النهضة ناقشنا وجاء كل رئيس كتلة عبر عن قرار حزبه حتى في بعض الفصول وفي بعض الإضافات وهذا هام جدا اي داير خاطر هي تو حتى في الوقت هذا المنظمات الوطنيه والشخصيات السياسيه دخلت على الخط وتعمل مثلا بيان اسمه بيان ليه للتوظيف ولا للنقصة معروف موضوع مدام معروف موضوع حساس في وقت حساس اثنين ما هوش هذا القانون فقط الذي سينقذ الحياه السياسيه في تونس فما قوانين التمويل الموضوع كبير برشا موضوع التمويل الاحزاب يا اخي المال الفاسد كنا نخافوا منه انه يكون موجود على الافراد قالوا الوجاهه الجهويه وشيخ قبيله يطلع ما عندناش قبائل في تونس لكن جدل وعنده فلوس يا إيه راجل شفنا الفلوس تو اللي تضخ على القوائم نتاع الافراد حتى مستقله قائمات مستقله اكثر ما انا شفت ناس انا كنت مترشح على حزب في مدني ما نحبش نوصل حتى حد راه شفت العشوائيات وشفت تصرفات والناس كيفاش تلمد بالكراب وكيري كيران على قوائم مستقله يا مدام فلوس راهي موجوده بالتالي انا ما نقول لك بدون تمويل وشكل ضبط شكل دقيق لتمويل العملية الانتخابية أيضا خلنا نكون متفقين زادة لابد من مراجعة الهيئة العليا للانتخابات عندنا نقد شديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتكبت أخطاء بالحماقات في حق العملية الانتخابية في تونس لزي ارتكبت حماقات ارتكبت حماقات نعم وأنا قلت لسيبافون وكنت مدام أمينة حاضرة وقلت ارتكبت حماقات ويلزم ما نلومهمش لأنهم ربما ظروفهم يخدمون ظروفهم هذيك هي يقول لك أنا ما لقيتش نعرف هذا الحل مشيت له مش باهي ولكن ما عنديش بديل ما ننجحش العملية دي إذن لابد من أن نقح القانون حتى يستطيع أن يجلب العناصر الباهية لإدارة العملية الانتخابية فما قانون الدعاية وأنا هنا أعطيك أهم قانون عندي شهر قانون شهر سياسي أنا شهر سياسي فما أهم قانون عندي تعرف شنو هو قانون الفيك نيوز فيك نيوز وأنا شخصيا توا درت على الكتل ما يهمنيش بكل تجرد ما حاجيش به كتلة معينة مسألة رسم تنقية الديمقراطية من الشوائب التي تصيبها بالأخبار الكاذبة العالم اللي أبدع الديمقراطية تو عمل قوانين فيك نيوز احنا أمة ما عرفتنا أمة شنو ولا احنا أمة التواتر
معناها أيه عن, 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 عن 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 جبنا فيسبوك ولت العن هذيك في لحظه ما عشنا اخي وصلنا اليخت سمير ديلو ما نعرف شنو تشوف وانا كناتر انا محامي ولت كناتر بالدعايات معناها ما تعرفي هذيك ولت بني عماره في مدينه على ملك الدوله قصه كل شيء صار بالتالي هل تنقيه المناخ هذا يهدد الديمقراطيه فريد تعرف اللي ترويج الاخبار الكاذبه بين الناس يهدد الديمقراطيه اذا كان ما عملناش قانون يقاوم الفيك نيوز قالوا لي عندك عماره في السمران انا نسكن في السمران حي الزهور وكل شهر تبدل السياره والمراه جدا تحكي يعني وهذا ويخرج ساعات وقت الانتخابات اي صحيح ويضر العمليه السياسيه يهدد الديمقراطيه التونسيه تهديد حقيقي اذا كان ما عملناش قانون الفيك نيوز وما عملناش قانون نتاع دعايه سياسيه وما عملناش قانون هضم الكل يزن في العام الاول شروط نرتب بيتنا مثال اش نقبلوا بعضنا انا نختلف مع النهضه وانا التقي مع النهضه لكن كي نشوف في موضوع اتفاقات المصلحه الوطنيه تغليب المصلحه الوطنيه هذا يلزم نجتمع عليه ماناش هذا معيز ولا وطارت انا كل حاجه فيها النهضه ما نمشيش فيها انا كل حاجه فيها حزب الحر ما نمشيش فيه هذا انا نقول لازم نهد شويه نفوس توا الحكومة هي صارت هدنة سياسية تحس يا سيدي نعطوا عاملة روحنا هدنة سياسية من القتال الناس تتقاتل في في الميادين لا مش حماس أنت تهدد لا ولا بالرسمي يا أمينة يا أمينة سامحيني نختم بهذه هي شحتي بربي ما عادش عنا وقت سامحيني أنا نكمل في موضوع صغير برك أنا عمري ما قصدت ترذيل العملية السياسية من خلال الأحزاب أنا نؤمن بالأحزاب إيمان كبير والراء لترذيل الأحزاب يتم في الشطر منه عبر اختياراتها الداخلية مالوريزمون يلزم هم يكونوا واعيين كأحزاب وانا نقول هذا وانا في حزب نقول هذا الأحزاب قبل سي مبروك ما ثماش خيارات في الأنظمة الديكتاتورية ما ثماش خيارات وكانت خيارات بالولاءات وكانت خيارات ولا يعني ساعات يعملوا خيارات افضل وشو ساعات اي ساعات اي فاهم خيارات وكفاءات يجيبوها اذا انا شنقول نقول تونس يلزمها شويه هدنه لمناقشه القانون الانتخابي واردافه محيطه الذي هو في علاقة عضوية معه حتى نستطيع أن نخلق في عام قوانين نمشوا بها المستقبل أكثر أمن وأمان كلمة مش نقطة شوف كما قلت مبروك يا بوكو شانتي اليوم شانتيات كبيرة باش تتحل على المستوى السياسي لكن ربما عندي ملاحظة ربما حكينا فيها قبل إيمان كانت تفكر في السياسة اليوم المشهد السياسي باش نولي عندنا مشهد سياسي غريب في تونس باش يولي عندنا أغلبية برلمانية وأغلبية حكومية وهذا باش يصير وباش تولي القوانين كل قانون باش يتعدى على بالقياس هذا قانون يتعدى نوعه وهذا قانون يتعدى نوعه لأنه هذه التجربة الديمقراطية اش عطاتنا اليوم عطاتنا أغلبية برلمانية اللي هي ماهيش أغلبية حكومية واللي هي الحكومة اليوم ما تعكسش الأغلبية البرلمانية وما تعكسش الأغلبية السياسية والأغلبية الانتخابات اليوم أصبحنا في ظل نظام سكون أبيل أن ريجيم سوي جينيريس ما هوش معروف ما هوش مفهوم هجين نجم نقولوا هجين باللاتينية لا بالحق مش كلمة خايبة لكن باللاتينية سوي جينيريس ترجمتها بالفرنسية هجين أحداثه الواقع السياسي نقطة زادة ثانية من غير ما نطول أنا عندما شوف يا أمينة أنا عندما أتحدث عن الأحزاب السياسية لا أريد ترذيلها وعمري من نقصد الأمر هذا لأني نعتقد أن الحياة السياسية تمر عبر الأحزاب السياسية والأحزاب السياسية هي المعطى الأهم في الحياة السياسية يبقى التجربة اليوم أثبتت أن الأزمات السياسية من داخل الأحزاب السياسية وليس من خارجها حتى نختم معك بعد تقريبا 50 سنة أقل جزء شوية في إطار استغرقته تونس لبناء الدولة دولة الاستقلال لكن بعد كلها الديكتاتوريات يعني هالسنوات هذه العجاف نحن عندنا 10 سنين ديمقراطية يعني نحافظ عليها ديمقراطية صحيح فيها برشا شوائب وفيها برشا يعني ثغرات لكن الحوار الرصين كما قال سي مبروك أكيد نحن في مسائل إيديولوجية ولا سياسية لا نلتقي نهائيا لكن قدام مصلحة البلاد لابد أن نلتقي أنا في الأخير حقيقة نحب نقول أنا مازال عندي أمل في تونس مادام هذه بلادي وضحيت عن أجلها تونس مازال فيها برشا خير وأكيد يوصلوا يعني إن شاء الله لصورة أجمل للبلاد نحب نقول رسالة بسيطة لأحباء التراجي نحن بينتو باش نعملوا مقابله كبيره في نهار الجمعه اي نهار الجمعه سي فريد ابتسم عيشكم وانا عندي ثقه فيهم ما غير عنف العنف لا 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 سنستقبل ضيوف مرحبا بهم
لكن بمساجاتكم بأغانيكم بالتزاماتكم هذه الكل في الميدان إن شاء الله تربح التراجي، وإن شاء الله فعلا أحباء التراجي يعطيوا رسالة كبيرة تعطي العمق التونسي، التونسي اللي يحب العرب الكل، لكن التونسي اللي في الجينات نتاعو القضية الفلسطينية ومتمسك برشا بالحريات وبالديمقراطية. فإن شاء الله نعمل مباراة فيها نستقبل ضيوفنا ونغادر الملعب ولا كرسي يتكسر ولا يقع إصابة أي لاعب وأي ضيف مصري. هذه رسالة يمين الزغلامي يا حبيبي ترازي الرياضي التونسي. شكرا لك مدام زغلامي، شكرا شكرا استاذ كرشيد، شكرا شكرا إيمان ناصري، شكرا حرف النسكن.